الزكاة، ما انا بيقول لك الزكاة. طب الأب يدي بنته ازاي وهي في، ما بنقول عندها مشاكل وعندها عسر في في الحياة بتاعتها، فبندي بيديها فلوس ازاي، وبنقول ما نديش لا الأبناء ولا الأحفاد صحيح، ولا الجدود ولا جدود الجدود يعني. جمهور الفقهاء على هذا، ولكن المالكية عندهم رأي أن الابن الذكر، حتى مش البنت كمان، الابن الذكر إذا كان كبيرا وفي حياة مستقلة عن أبيه وكان فقيرا فلا مانع أن يعطيه الأب شيئا من الزكاة إذا كان محتاجا إلى ذلك. ولكن عموما الباب الأوسع من ذلك أن هذه البنت في الحقيقة لا تأخذ الزكاة بنفسها، وإنما الزكاة تكون على زوج البنت، وزوج البنت ليس هناك رحم بينه وبين أبو زوجته، زوج فلا البنت مانع. بقى ناخد بالنا من النقطة دي. أيوة، زوج البنت هو الذي يأخذ هذا المال على سبيل الزكاة، ثم بعد ذلك ينفق هذا المال على بيته، ومنهم ابنة المزكي لا مانع، لأنه الزكاة في الحقيقة في هذه الحالة لا تكون للبنت وإنما تكون لزوج البنت الفقير. لأن احنا دايما نقول العلة من تلزمهم نفقتهم. نعم يعني تلزمهم صحيح نفقتهم. صحيح، طيب في هذه الحالة، طيب بيقول نرفع قضية، مين يرفع قضية على مين عشان يبقى ملزم بالنفقة؟ وهل فيها رفع قضية دي؟ احنا عارفين في النفقة، نفقة، النفقة في فكرة الزواج والطلاق والكلام لا ده، في نفقة زوجية ونفقة أقارب. نفقة أقارب. في نفقة أقارب. نفقة أقارب يعني إيه؟ لما يكون في واحد فقير وهذا الفقير له أخ غني، وهذا الفقير ليس له مصدر للدخل، مثلا مريض مرض مزمن ليس له مصدر للدخل ولا يستطيع العمل، أخوه لا ينفق عليه، فمن حقه يرفع دعوى على أخيه نفقة أقارب، والقاضي يحكم على هذا الأخ بأن يعطيه من النفقة، فيعطيه نفقة فعلا ويبقى مقيد عليه رسميا، وهذا الأخ المريض الفقير يستطيع أن ينفذ على هذا الأخ حكم القاضي ويأخذ منه نفقة جبرا. بس إحنا لماذا بنلجأ إلى هذا؟ لأن يعني للأسف يعني ما فيش مودة ورحمة وشفقة طبيعية، المفروض يعني لا نلجأ إلى مثل هذا، لأنه في شفقة طبيعية وفي بين فضل الأقارب بين الناس وفي وفي فضل معروف وفي بين الناس. رحمة، ولكن إذا ما غابت هذا فمن لم يكن رضاء يكن قضاء. ايوه ولذلك نعم في نفقة زوجية وفي كمان نفقة أقارب، ومنها هذه ومن هذا